حره هو بيظبط الورق، وده في الاساس هو اللي بيتم، وده اللي بيخلي ان بكل اسف بتمر مثل هذه الامور. نيجي في موضوع الاهميه السياحيه، بالتاكيد هو كل دي مناطق سياحيه سواء سياحيه او غير سياحيه المفروض ان من الاهميه بمكان عالي جدا ان احنا نهتم بكل امور التامين لكل المنشآت. ولكن بصفة خاصة ما اقترب منها من مناطق أثرية بيكون له إضافة أكثر من العادية. صحيح. على أساس نحن بنحافظ على جزء من تاريخنا، جزء من تاريخ البلد بيبقى موجود في هذه المناطق، وبالتالي بيبقى في الغالب العام بيبقى لابد بيبقى مطالبين أكثر بأن احنا بنحفظ عليه بدرجة أكثر من العادية، خاصة أنه مزار سياحي، يعني أنه المكان والسوق الملاصق هي الاثنين مزارين. اسمح لي أقول لك أنه قيمة تاريخية لنا قبل ما يكون مزار سياحي. صحيح. يعني هو أهميته التاريخية بالنسبة لنا كشعب بتكون أهم من أنه هو ده بينعكس بعد كده على المزار السياحي. المزار السياحي بعد كده أنا عايز أن أنا أقلل أهمية من كون الموضوع السياحي نهتم به بس، ده هو كونه جزء من تاريخنا أكتر فبنهتم به أكتر طبعاً. وبالضرورة يكونه كمنظر سياحي بيكون سبب إضافي وليس السبب الأساسي. ده وجهة نظري. حضرتك يعني انتظر معنا، سنعود إليك من جديد. الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، هذه الأسواق وما لحق بها من خسائر يعني وصلت إلى ملايين الجنيهات، برأيك يعني ما هو المتوجب الآن على الدولة وعلى التجار أن يتم اتخاذه من إجراءات حتى نجعل هذا الحجم من التجارة، الحجم الهائل من التجارة والتي تعتبر ربما اقتصاد موازي، في مأمن عن مثل هذه الحوادث التي تكلف التاجر وتكلف الدولة ملايين الجنيهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله هي خليني أقول لحضرتك إن الموضوع ينقسم إلى شقين، موجود الاقتصاد الغير رسمي في الشوارع بطريق بأسلوب غير قانوني، وده بالطبع مأثر على أصحاب المحلات اللي هما بيسلكوا السلوك القانوني وموجودين عندهم، بالتالي فالأمر ملخبط، يعني لأن إجراءات الأمن سواء كانت بالنسبة للكهرباء أو غيره بالنسبة للناس اللي موجودة في الشارع متاخدة بأساليب برضو غير شرعية أو غير قانونية. يعني حضرتك تقصد أنه الاقتصاد ده الاقتصاد الموازي أو الغير مباشر له ضرر وله نفع كمان، يعني احنا فوجئنا بأنه كمية الخسائر المعلن عنها لحد من يومين فاتوا وصلت إلى 20 مليون، ويمكن مع استمرار الحرائق ممكن تكون مرشحة للزيادة، وده حجم لم يكن ربما المواطن العادي يتخيله، فبالتالي ده أنا أعتقد أنه يزيد عن ذلك بكثير. لسه الجرد شغال ولسه التقييم موجود، لكن المفروض النهاردة أن إحنا نحترم القانون، والمفروض أن الدولة لابد انها تفرض القانون على كل المتعاملين وعلى كل الشعب. يعني احنا صحيح دولة يعني دولة زي الصين مثلا اللي فيه في كل بيت مصنع صغير، اللي فيها اسواق اصغر يمكن من الغورية والمناطق اللي تعرضت لحرائق، لكن بالرغم من هذا اكيد في اجراءات بيتم اتخاذها للتامين وقواعد يلتزم بها التاجر والمصنع الصغير وايضا المشتري. صحيح يا فندم؟ لا بصي بس انا عايز اقول لك في الصين اللي يمكن هذه الاسواق اللي بحضرتك بتتكلمي عنها بيطبق فيها السلامة المهنية، وبالتالي لها إجراءات. أي واحد واقف جنب سلك كهرباء من عمود أو خلافه وأصبح يؤثر بالتالي على السلامة بصفة عامة. صحيح. على المنطقة كلها. فأنا أعتقد أن وجب بقى نحن وأن احنا لازم بقى نبتدي برضو يعني نفكر ان الاقتصاد الغير رسمي ده نحط له بعض التشريعات اللي تجذب هؤلاء الناس اللي يدخلوا الاقتصاد الرسمي عن طريق عمل
أسواق يكون فيها السلامة والأمن. صحيح، دي نقطة هامة جدا. اسمح لي أرجع ناقشة مع حضرتك تاني، بس نرجع مرة تانية للأستاذ محمد الحسنين عضو غرفة شركات السياحة. هل حضرتك مع الآراء اللي بتطالب ب نقل هذه الأسواق أو ربما إبعادها قليلا عن المزارات السياحية والأثرية، ويكون وجودها مقنن وفي معارض مؤمنة ومكيفة ومؤمن حتى طريق الوصول إليها، حتى إذا وقعت بعض الحرائق يكون حتى الدفاع المدني يعني قادر على الوصول إليها، أم أنت ضد هذه الفكرة لأنها ممكن تؤثر على ارتياد السياح لهذه الأسواق؟ هو في البداية ان المفروض ان كل الافضل هيكون إن لو قدرنا نعمل فصل ما بين المناطق التجارية والمناطق السياحية لو امكن لو امكن، ولكن على الاقل انه حتى يمكن ذلك، حتى الترابط ما بينهم يبقى على الاقل مع توافر الامن والسلامة في كل المنشآت سواء كانت سياحية او غير سياحية. فلو وجد الاثنين تعايشهم مع بعض ما فيهوش مشكلة، ولكن المشكلة كلها درجة الامن الموجودة في المنشأة أي صغيرة أو كبيرة. بالبعد بعد إبعادهم واحدة عن الثانية هيكون فيه، وخصوصا يعني المنطقة بس مش عملية الأمن الخاص بالمنشأة في حد ذاته، ولكن طريقة الوصول إليها في حالة حدوث، لأن احتمال حدوث حرائق قائم دائما في كل مكان في الدنيا. ولكن على الأقل ممكن الوصول إليه، سهولة الوصول إليه والقضاء عليه من عدم، وهي دي المشكلة اللي موجودة عندنا في معظم الأماكن في بصفة عامة. ولكن الفصل ما بين المنطقة التجارية والسياحية قد يكون هدف جيد لو كان سهل الوصول إليه في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد الحسنين عضو غرفة شركات السياحة على تواصلك معنا. سؤال أخير للأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية. حضرتك يعني النقطة الأخيرة توقفنا عندها كانت كيفية دمج هذه الأسواق الصغيرة أو التجارة اللي على نطاق ضيق، دمجها في الاقتصاد المحلي لأي دولة، وأنه يكونوا عضو فاعل وليس اقتصاد موازي. كيف يمكن تطبيق ذلك برأيك؟ والله دي عايزة أولا تشريعات، التشريعات تكون تشريعات جاذبة لهؤلاء الناس بحيث إن احنا نديهم من التسهيلات من خلال التشريعات اللي تخليهم يستطيعوا إنهم نجذبهم لأسواق منظمة فيها تجمعات رئيسية برضو لا ترد علينا ان احنا ننشئها برضو. دول حاجتين الحقيقة برضو اعتقد ان الحكومة يعني بتدرس معنا هذه الامور خلال يعني خلال مرحلة. بس هل تعتقد انه يعني هذه الشريحة من التجار قد تقبل بالتغيير، ولا هي ارتضت هذا الواقع وتوارثوا المهنة بشكلها ده لعقود طويلة؟ يعني أنا عايز حضرتك بتتكلمي على حجم الخسائر اللي موجود، أنا أعتقد أن حجم الخسائر حيتضاعف 3-4 مرات على الرقم اللي حضرتك مع انتهاء الحصر. فبالتالي أن الخسائر فظيعة، يعني الناس ما تقدرش تحمل حجم هذه الخسائر. يعني حضرتك شايف ان هي لازم تقنن وما يكونش يعني يكون ده اتجاه دولة وليس متروك لتقييم التجار الصغار؟ طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على تواصلك معنا في همزة وصل. مستمرين معكم من جديد، نتواصل مع عبير شوشة ولديها المزيد من الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عبير بينا. نعم بينا المزيد من التعليقات والآراء. أبدأها سريعا بتعليق أحمد عثمان: تفعيل دور القانون وتنفيذ بنودي في صورة تتسم بالسرعة والشفافية والضرب يد من حديد لكل من تسوي له نفسه العبث بمقدرات مصرنا الغالية، وتكثيف الدوريات الأمنية على المناطق التجارية والأثرية، وتطبيق منظومة الهجوم لصد المخاطر وتحقيق المفاجأة للعدو الغاشم. مصطفى الخواجة: أولا الشكر والتقدير لبرنامج همزة وصل، شكرا ليك يا مصطفى. بعد الرواية والغورية نحمي المناطق التجارية والأثرية من خلال تجديد الرقابة على المناطق التجارية بضرورة توفير طفايات الحريق وعدم السماح بوضع عربات
البضائع في الشوارع، وذلك لتسهيل دخول عربات الإطفاء في حالة حدوث أي حريق في أي وقت، ولا تكون هذه العربات عائق أمامها مثل ما حدث في الغورية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، بالفعل الاستفادة من تجارب الآخرين وأيضا الاستفادة من تجاربنا أيضا. سأبتعد عن الجميع، نحميها بغرس القيم في كل إنسان، كل إنسان هو جندي لمصر، إذا رأى شيئا خطأ يصلحه، لا يتكل على غيره، هكذا ستتغير كثير من المفاهيم الخاطئة والسلبيات. السيد يونس، شهدت مصر في الأيام الماضية سلسلة من الحرائق الممنهجة والمفتعلة، وحلقة جديدة من حلقات استنداف الموارد الاقتصادية والبشرية، حيث استهدفت تلك الخفافيش الجيش والشرطة والقضاء، لكن أصيبت تلك العصابات بالذهول عندما وجدوا أن تلك المحاولات لا تنقص من عزيمة وإرادة هؤلاء الأبطال، بل زادتهم إيمانا على إيمانهم، فتوسعت تلك العصابات في الدمار ليستهدفوا مصرنا اقتصاديا. تمثل ذلك في ضرب أبراج الكهرباء وإشاعة الفوضى في القطارات والمترو، والعمل على إرباك الأسواق من خلال حجب بعض السلع، وإحداث أزمات الدولار مما يؤثر بالسلب على المواطن. الإشاعات أيضا حدوث حالة من البلبلة والإشاعات بعدم قدرة الدولة على حماية المواطن، داعمين ذلك بآلة إعلامية مأجورة، ثم وصلوا إلى المرحلة الأخيرة والتي هي ستكون نهايتهم المحتومة، وهي الحرائق. أنا أرى لابد من تنظيم أو من تنظيم تلك التجمعات وإيجاد أماكن بديلة مدعومة بحراسات خاصة تحت إشراف الأمن المصري. إذن كانت هذه الاقتراحات التي وصلت إلينا عبر الفيسبوك، والتي إذا وضعناها بجانب الاقتراحات التي تلقتها زميلتي دينا عبر الاتصالات الهاتفية إلى جانب رأي الشارع المصري، تمكننا بكل تأكيد من حماية والحفاظ على مناطقنا الأثرية والتجارية. إليك دينا. شكرا لك عبير، يعني بالفعل كان هناك يعني حالة من التواصل الكبير حول موضوع حلقة اليوم، لأنه موضوع بالفعل يمس المواطن ويمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري. ما نخلص إليه في هذه الحلقة هو ضرورة تضافر جهود المواطن مع الدولة، الدولة عليها أن تضع القوانين وأن تشرف على تنفيذها بكل حسم وحزم، أيضا عليها أن تضمن التكامل بين الجهات المختلفة على كل جهة أن تقوم بدورها، والمواطن أيضا عليه دور في الالتزام بهذه القوانين وضمان عدم الإخلال بها. كان هذا موضوع حلقة اليوم الذي خصصناه للحديث عن الحرائق التي اندلعت في المناطق التجارية مؤخرا. موضوع حلقة الغد الذي نطرحه على حضراتكم الآن هو: ما رأيك في إصدار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية؟ ما رأيك في إصدار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية؟ وكالعادة ننتظر تواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى بدء حلقة الغد بإذن الله، وحتى ذلك الحين لكم كل أمنية.